وعليكم السلام والرحمة. الحمد لله انك وصلت. ايش عندك؟ هنعمل ايه مع فنادق يورو ونوتو؟ كيف هنعمل ايه؟ مش احنا موقعين عقد معاهم، لازم يلتزمونا. صح، هم احنا موقعين عقد معاهم، لكن هم عايزين يخفضوا السعر. تعال المكتب. اسمع، اكتب لهم قول لهم ما احنا بمخبز صغير ولا دكيكين يبيع روتي وخبز. احنا من اكبر شركات المخابز في العالم، ومنتجاتنا تصدر الى الخارج من روتي بانواعه، والخبز الصغير والكبير والمثلث والمشكل. احنا بكم موقعين العقد معاهم؟ 2 مليون دولار. ما تنزل ولا دولار. يبون ولا نلغي العقد؟ كفاية العقد اللي وقعناه أمس مع الشركة الأوروبية كيك كب دبليو أب اللي تشوفه. سويته مع الخباز الأسترالي؟ عامل شغل كبير، عامل شغل ما حصل. لأول مرة منزل منتج حيكون المنتج الأول في العالم. هذا اللي أنا جايبه مو بأكبر خباز روتي في العالم، هذا مخترع الروتي. قالوا لك شنو المنتج اللي بيسويه؟ والله قالوا لي روتي، لكن روتي فيه شنو؟ معمول كيف؟ ما عارف. انا بقول لك بيسوي الله يسلمك روتي بجرار، انتو تسمونه سوسته. كيف روتي بسوسته؟ يعني بدل ما انت تاخذ الروتي هذا اللي انتو تسمونه صمون، بطلب يدك ولا تروح المطبخ ساعه تدور سكين لين تقصه، ساعات ممكن تقطع يدك. هذا فكر المخترع يسهلها، سوى الروتي هذا صمون بالسوسته، يكون تحط الجبن وترد الصك. ده ما روتي، ده بنطلون روتي جينز. لا وانت الصاج، روتي شنطة. عيل شلون عيل ابو ناصر، والسوسة دي تترمي ازاي؟ هذا السر، انك تاكل الروتي مع السوستة. على كده الواحد لما يمشي الشغل يقول له صاحبه انا الليلة فاطر سوستتين، ياخدل بيعملوا حاجات غريبة جدا. السوسته هذه عجينتها معالجه بطريقه بحيث ان انت اول ما تحط السوسته في حلجك تذوب وتستوي نكهات مختلفه، من فراوله، سوسته فراوله، سوسته كتشب، سوسته قهوه. تدري كم انا مستثمر في هذا المشروع؟ 3 مليون دولار مع حقوق الاختراع. تعال يا سامح. ايوه ابو ناصر، تحت امر سعادتك. عجينة مستشفيات جبال النور ليش ما راحت لهم أمس؟ ودناها النهاردة يا طويل العمر. أدري، أنا أسألك ليش ما راحت أمس؟ ما تقول له يا سامح. السالفة يا طويل العمر إن الخبازين والعجانين اللي هم بيشرفوا على العجينة خذهم ابنك ناصر امبارح علشان يلعبوا ماتش كورة مع الفريق اللي هو عامله. رد بعد على الخبازين، انا متفق معاه يسوي الفريق هذا مال اللي بهدلني فيه، بس من السكيورتي والسواقين. هو ده اللي حصل سعادتك. شو مسوي عاد قاعد تصارخ عليه كذي؟ شلون ايش سوى؟ قاعد لي مع هالخرابيط كوره وما كوره وخرب علي الشغل. انت تعرف ولدك يحب الكوره، ايش فيها يعني اذا خذ كم من موظف من الشركه يتسلوا بهم؟ انت عندك 400 موظف في الشركه، وهو وعليش ماخذ 11 واحد، هذول يعتبرون اللاعبين الأساسيين، وفوقهم بعد هذول 4 احتياطيين واثنين أداريين، بس إيش ماخذ وعلي 17 بس. والمتحدث الإعلامي باسم الفريق 18. وبعد نعتبر ناقصين، لأن يما ما عندنا إلا حارس واحد، لو يتعور نتورط. مسوي هالسالفة على المسيتشين؟ والمفروض بعد تكون عندي رابطة مشجعين، لكن أنا أمشي الحال لأن اتطور، مع ان المشجعين يعني الجمهور يعتبرون اهم لاعب في الملعب واللاعب رقم 12. وانت يوم اخذت الموظفين اللي على قولة امك 17 انا قلت لك شيء؟ قلت خلي يستانس بهم ينطون يراكون قدامه وهو فرحان. لكن عاد ابعد عن الناس المهمين اللي في الشركة اللي يشكلون قلب الشركة. ماخذ الخباز مال عجينة المستشفيات، واحنا ناس موقعين عقود معاهم. وعلي كل منكد على صبي الحين، هو يوم قال لك ابي العب كره الاول ايش قلت له؟ قلت له عيب
ما يصير، انت ولد عائله معروفه، ما يصير تروح تراكض ورا تهمبه وتضحك العالم علينا. قاسم عشورك وطاعك ما سوى شيء الحين علشان ياب لي شويه موظفين وقام وخليهم يلعبون قدامه يطالعهم ويتسلى فيهم ويستانس، تقوم تنكد عليه؟ ما قلت له لا ياخذ موظفين، ياخذ اللي يبي يلعب فيهم ويسوي اللي يبي، حتى لو بعض ربعك محتاجين موظفين سلفهم كم من واحد ما عليه، بس ما ياخذ الناس المهمين اللي يشكلون قلب الشركه، الخبازين المهمين. اي يمه الله يهداك، ايش حقك تاخذ الخبازين المهمين بعد؟ ما يصير.